بالنسبة لي ماشي مفاجأة، لأن بن عطية لاعب كبير ولاعب يستحق يلعب يمكن في البايرن ميونخ، في ريال مدريد، برشلونة، مانشستر يونايتد، يمكن انا قلت لك اربعه ديال الفرق اللي هي عالميه. لهذا بالنسبه لي انا بحال كتقول لي القروج جره، انا ملي كنقول لك القروج كيجري ما كنقولش واش ربح واش حط من الركور. بن عطيه اللي مشى لبايرن ميونخ عندي بالنسبه لي انا مساله عاديه. المهدي هو اضافه من الناحيه الكرويه منذ فتره، انتقال ديالو لفريق كبير خصوصا من النواحي النفسيه اضافه كبيره للمنتخب الوطني، ربما احترام ايضا الخصوم المنتخب الوطني ودفاعه غيكبر، لكن يجب احنا كمجموعه اننا نساعدوا مهدي بن عطيه من تيجي للمنتخب الوطني انه يتحط في ظروف ملائمه باش نستخرجوا منه ما تتخرج منه الفرق الاوروبيه كما كان الحال بالنسبه لروما في الموسم الماضي ان شاء الله. وفي منافسه